دلوقتي هنعمل مع بعض طاجن مكرونه. فهنيجي دلوقتي احنا عندنا مكرونه قلم مش مسلوقه بالشكل ده، بصل، بصلية حلوة كبيرة مقطعة جوانح كده، فصين توم بس، وعصير طماطم ده حوالي نص كيلو معصور، ده بستخدمه خفيف جدا، يعني نص كيلو طماطم قول أربع حبات من الطماطم كده أو خمسة يعني وسط، بحط عليهم حوالي أربع كوبايات مية، بحط عليهم حوالي أربع كوبايات مية. إيه بقى اللي أنا هعمله فيها جديد دوت؟ هحط شوية يعني اغير لها طعمها اخليه اقوى شوية، شوية زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب البصل، بصل كتير يعني بصلية كبيرة، وعليها شوية ملح، عندي هنا الطاجن اللي هستعمله فين هو مثلا طاجن زي كده او طواجن صغيرة، يعني ممكن انا اعمل طواجن صغيرة كذا واحد وممكن انا اعمل واحد كبير، انا هعمل واحد كبير عائلي مرة واحدة بقى. حطيت انا فصين توم بس كده، ادي ريحة للبصل حلوة مع البصل بالشكل ده والتوم. وهاجي هنا انا كده كمان بسرع من الطاجن ده، يعني انا لما اكون بعمله على بعض كله وادخله الفرن باخد وقت ايه اكتر من الطريقه دي، الطريقه دي اسرع. ليه؟ لان انا هحط العصير بتاع الطماطم يغلي فهيديه طبعا هيسخن لي، وكمان لو عايزه اسرع واسرع بدخل الطاجن ده الفرن ادخله ايه يسخن وبعد كده اروح حطاله الحاجات دي فتلاقيها اسرع كتير جدا. معانا مين؟ طيب ماشي، ابشر بقى كده. انا اخد بقى ايه قولي كده نص كيلو جزر او لا بلاش نص مسكر قوي، بس طبعا الجزر مسكر انتوا عارفين، فانا مثلا الاربعه دول يطلعوا ايه ربع كيلو او اكتر شويه، يطلعوا ربع كيلو او اكتر شويه، بس هي الجزر فيها كتير حلو جدا جدا جدا، بيديك ليها طعم حلو قوي. عصير طماطم على البصل هخليه يغلي، وحط له الملح والفلفل، انا هزوده ميه تاني، انا اتركه هي تبقى خفيفه شويه عشان تسوي لي المكرونه، المكرونه نيه مش مسلوقه. ملح، هظبط الملح بقى لنص كيلو المكرونه كله، انا على نص كيلو مكرونه، وفلفل اسود، واخليها تغلي. بص بقى انا كده حطيت المكرونه النيه، هديها بس كده معلقتين زيت علشان ما تلزقش في بعضها برده لما انزل عليها عصير الطماطم. بص بقى قد ايه الجزر، حبيت ان انا اعمل لك طاجن عشان يبقى ايه يعني زي كده من ايه في الشارع كده بتاكلوه في المحلات، بيبقى شكل الطاجن قايم كده، انما انا ممكن اعملها في اي صينيه، صينيه الومنيوم، صينيه بايركس، اي حاجه. بصوا بقى كده بقت كلها طبعا انا ممكن ازود هنا اي حاجات تانيه، ممكن تزودي كوسه، ممكن تبشري جزريات كوسه كده عليها او كوستين، بس بلاش ما تكتريش قوي علشان يعني ما تبانش فيها قوي، فممكن تحطي جزرايه كوسايا او اتنين، ممكن ازود بسلة مسلوقة، ممكن ايه تاني، بطاطس اقطعها مكعبات صغيرة، ممكن اللي انت عايزاه. هنزلها بقى على المكرونة، بص هتبقى مستواها قد ايه، السائل لازم يكون مغطيها عشان المكرونة تستوي. هقلب مكرونة مع البصل كل ده كده مع بعضه، ولازم المكرونه دي تتغطى، يا ريت الميه مغليه يبقى احسن. ظبطي بقى الطاجن كده بس، غطيه بقى ورق الومنيوم ودخليه الفرن.